بعد أن كانت توصف بالقاحلة وأنها مناطق الحرارة المرتفعة وأنها بلاد النخيل والواحات، تحولت في فترة وجيزة إلى قبلة للاستثمار والمساحات المخضرة. الصحراء الجزائرية التي كان يشار إليها بأنها غذاء الجزائريين لما يحتويه باطنها من ثروات نفطية، هي فعلا كذلك، لكن ليس فقط لأنها أرض الذهب الأسود، بل أيضا لأنها تنتج الذهب الأخضر. البطاطا والطماطم وغيرها من المنتجات الفلاحية والخضر غير الموسمية يمكن أن تنتجها هذه المساحات التي ظننا لوقت طويل أنها فقط أرض للكثبان الرملية. هذا المستقبل الواعد جعل الدولة تتوجه نحو اعتماد الفلاحة الصحراوية بالنظر إلى الفارق في المردودية والعوامل الجغرافية المساعدة من طاقة شمسية ومياه جوفية، والنتيجة منتجات عضوية وزراعة مستدامة بسبب عدم استعمال المبيدات بكثرة. ربنا عملنا بالجنوب، الجنوب فيه مياه طائلة، نقدر كل حبوب تاعنا وكذا ننتجها إلا في الجنوب، والخضروات وهذه في الشمال، ممكن ولا لدو أو مامطون في الجنوب. في الجنوب عمرنا ولا اهتمينا بالجنوب علميا وتقنيا. الجنوب رانا مستغلينه بنسبة 40%. الرش المحوري هذاك نقصفتها 40% با بليس. من المفروض الجنوب الحبوب ولي فوراج بور ليلفاج يجوا كل شيء من الجنوب. الإنسان اللي يبغي يمشي رافع راسه ويقول كلمته، هي لازم يضمن التغذية نتاعو. الأزمات الدولية أكدت أن الأمن الغذائي يكاد يضاهي الأمن العسكري، وأنه ورقة للمناورة تماماً كالسلاح الحربي، وهو ما دفع بالجزائر إلى إنتاج الحبوب وفي مقدمتها القمح الذي أصبح أولوية، حيث جعلت الجزائر من الاكتفاء الذاتي هدفاً في أقرب الآجال، وسخرت الإمكانيات وقدمت كل التسهيلات والامتيازات للمستثمرين في الجنوب الجزائري. بالوادي وأدرار وبسكرة وإليزي والمنيعة وعلى امتداد صحرائنا الواسعة يمكننا أن نطعم أنفسنا بأيدينا وسواعدنا ولا نكون رهينة لأحد، كما سيمكننا ذلك من حفظ أموالنا في خزائننا. اليوم بين أدرار حتى العين صالح عندنا ما يقارب 9 ملايين هكتار جاهز للعمل. أن هكتار في الجنوب مسقي يعطيك مقابل تاع 2.5 ولا 3 هكتارات تاع الشمال. يعني لو كانت تستغل منه غير 4 ملايين هكتار كانك تعوض كاع الفلاحة تاع الشمال. هنا بولاية ورقلة نموذج صغير عما يمكن أن تقدمه الصحراء الجزائرية. هذه الولاية التي ظلت لعقود بعيدة عن اهتمامات الاستثمار الفلاحي هي اليوم أحد النماذج الناجحة من حيث حجم وجودة الإنتاج. المساحة المزروعة السنة كانت 3300 هكتار، فيها بين قمح لين وقمح صلب أكثر من في حدود 2000 هكتار. احنا توقعاتنا ان شاء الله اننا نتجاوزوا اكثر من 100,000 قنطار. كانت كاينه زياده على المساحه المزروعه اكثر من العام اللي فات بحوالي 480 هكتار، وراكم شفتوا من خلال وضع جميع الامكانيات مع وسائل التخزين، آلات الحصاد، كاين 19 آلة حصاد راها على مستوى الولايه.
في إطار رفع المساحة المخصصة للحبوب، فقد تم تسطير هدف بلوغ 1 مليون هكتار كمساحات مسقية في الجنوب الكبير في إطار الاستثمار عن طريق الامتياز في آفاق 2025، مع وضع هدف رفع المردودية في الهكتار الواحد، بالإضافة إلى زيادة قدرات التخزين، كما أمر رئيس الجمهورية عبر إنشاء صوامع جديدة لحفظ الحبوب. ذلك لا يتأتى إلا بتكريس التكنولوجيا لخدمة القطاع الفلاحي واستعمال تقنيات حديثة تسهم في اقتصاد الماء والحفاظ على المياه الجوفية. أول مرة وزارة الفلاحة تستعمل درون باش تشوف المساحات محروطة والمزروعة بدقة. اليوم قمنا بعملية تجريبية في الميدان، وهي تجربة التكنولوجيات المتقدمة مثل طائرة بدون طيار اللي هي الدرون في تقييم المساحات المزروعة. وهذه العملية تقوم بنبعثوا الدرون في مهمة اللي هي مسح الأراضي لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد، ومن هذه الخرائط نستطيع أن نقيم المساحات المزروعة بدقة. نقدر نروحوا أبعد من هذا من تقييم المساحات المزروعة، نقدر نروحوا حتى تشخيص الأمراض نباتات لو استعملنا نوع آخر من الكاميرات اللي هي الكاميرا ملتي سبيكترال. دونك نروحوا لتشخيص الأمراض، نقدر نروحوا لو تريتمون سيبلي فاني يعني معالجة الأراضي بطريقة ذكية واقتصادية. الجزائر تصنف الأولى إفريقيا في الأمن الغذائي وفق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إذ لديها أدنى معدل لسوء التغذية في القارة السمراء، ويمكنها أن تتحول إلى سلة غذاء لا تطعم الجزائريين فحسب، بل حتى إفريقيا، حال استغلال الإمكانيات الطبيعية والاستثمار في القدرات البشرية التي أبدعت أينما حلت.